مدينة الألف نافذة بيرات بتشتهر ببيوتها المبنية من الحجر الأبيض والأبواب والنوافذ الخشبية الفريدة من نوعها يلي بتعود للقرن 18 وال 19 وسميت بمدينة الألف نافذة بسبب نوافذ بيوتها الكتيرة المتلاصقة على التل يلي عطت لها المدينة طابعها الخاص. اسمي ياسمين وبيرات وجهتنا الرابعة بألبانيا بعد شكودرا، ثيث وكرويا. بيرات مدينة بوسط ألبانيا وصنفت على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو لأنها من أقدم المدن المأهولة بالسكان. ممكن نوصلها من تيرانا بالباص أو بسيارة خاصة وبيستغرق الطريق تقريبا 3 ساعات. كتير سهل نجول فيها وبرأيي ما في داعي نحجز دليل سياحي ويوم واحد كافي لزيارة الأماكن السياحية فيها. من أهم المعالم السياحية الأساسية هي القلعة. ممكن الوصول لقلعة بيرات مشي تقريبا 1 كيلومتر من وسط المدينة ومع أنه الطريق مو كتير طويل ولكن بده هم منيحة لأنه طلوع بالجبل، لهيك ممكن بعض الناس يختاروا يطلعوا بالسيارة والمواقف متوفرة. نحن اخترنا نمشي بالمدينة ونمر بين بيوتها المميزة وصولا للقلعة المطلة على المدينة. مدخل القلعة والقنطرة الكبيرة المبنية على هالصخور العملاقة ساهمت بصمود القلعة عبر هالسنين وبتبقى القلعة مفتوحة 24/24 وبين الساعة 9 الصبح و 6 المساء بيتوجب شراء تذكرة لدخول القلعة وبغير هالأوقات بيكون الدخول مجاني. رغم قدم هالقلعة يلي انبنت على تلة شديدة الانحدار تفاجأنا لما عرفنا انه ما زالت مأهولة ليومنا الحالي وما زالت بتنبض بالحياة، ففيها سكان عايشين بمنازلهم القديمة ليومنا الحالي وكتير من بيوتها التراثية مستثمرة بالسياحة سواء كمطاعم او فنادق او محلات تجارية. ومن الأماكن يلي أدرجت بموقع التراث العالمي لليونسكو هي هالكنيسة يلي انبنت من أكثر من 700 سنة. هالقلعة فيها 24 برج مراقبة وبتطل على مدينة بيرات أو مثل ما كانوا يطلقوا عليها سابقاً أنتيبيتريا. والمحاطة بنهر أوسوم يلي بيقسم المدينة القديمة لقسمين متقابلين ومطلين على بعض. للأشخاص يلي بيحبوا يحجزوا بأي فندق ببيرات،
أمامكم خيارين، إما داخل القلعة أو بالمدينة القديمة، وبعض الفنادق إلى أطلالة على النهر، والقسم الآخر من المدينة القديمة. مع أنه فيه عدد كبير من السكان والسياح، إلا أنها بتتميز بهدوء شوارعها ونظافتها. بعد جولي بكل أنحاء القلعة، تغدينا بمطعم داخل القلعة يلي بيقدم كتير أصناف من الأكلات الألبانية التقليدية. في كتير خيارات للنباتية. قبل المغيب انطلقنا لوجهتنا الأخيرة وهي العاصمة تيرانا. ألقاكم بفيديو جديد.